صمتك وقت الفوز ثقة، وصمتك وقت الغضب قوة، وصمتك وقت الإساءة حكمة، وصمتك وقت الاستفزاز انتصار، وصمتك وقت السخرية رفعة، وصمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، وصمتك وقت نصيحة الناس لك أدب. فلا تتكلم إلا إذا كان كلامك خيرا من صمتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه خاطرة لمن كان له قلب، لعلك ستكون أكثر حكمة إن أضفت لطبعك الصمت. الصمت حكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنك ما عرفت نفسك يوما إلا وألزمتها الصبر، صبر على الكلام وصبر على السكوت. فلا تنحني لهذه الدنيا ولا تستسلم لها، واعلم أن الصبر مر أوله حلو آخره، فالزمه. ربنا العلام أدرى بحال قلبك حين صمتك. السلام عليكم.